أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. الفيديو ده هنرجع 200 سنة للوراء لكي نلتقي بأول بطل عالم غير رسمي وهو لابورداني الفرنسي، وحنشوف أول بطولة غير رسمية للعالم تم تنظيمها سنة 1834، وخصمه كان الأيرلندي ألكسندر ماكدونالد. وهنتعرف على تفاصيل هذه البطولة بعد قليل، ولكن الذي جعلني أختار هذا الدور هو الموقف النهائي فيه. فبعد أن نعجب جميعا بطريقة اللعب رغم مرور ما يقرب من 200 سنة على هذا الدور، سنستعجب أكثر عندما نرى الموقف النهائي الذي ربما يعتبر أغرب مواقف الشطرنج على الإطلاق. أما بطولة العالم فهي غير رسمية، وأقيمت بينهم 6 مباريات في لندن بين الفترة من يونيو إلى أكتوبر 1834، وفاز لابوردانيه بالمباراة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة بمجموع 45 انتصار لابوردانيه وتعادل 13، أما ماكدونالد ففاز في 27 دور فقط، وبذلك تم إعلان لابوردانيه بطل العالم. والآن هيا نرى الدور العجيب، ألكسندر ماكدونالد بالأبيض أمام تشارلز بوردانيه بالأسود، لندن 1834. الدور ده رقم 16 في المباراة الرابعة بينهما، وماكدونالد بالأبيض ولعب E4 C5 الدفاع الصقلي، نايت F3 نايت C6 D4 CD4 نايت D4، وهنا عادة الأسود بيلعب النايت F6، لكن لابوردانيه كمل E5، وده بيسمى التفريع القديم للدفاع الصقلي أو تفريع لابوردانيه، طالب الحصان والحصان قام بالتكسير والأسود أخذ بالبيدق، وأصبح للأسود أغلبية بيدقين أمام بيدق في الوسط. وربما هذا مبكر جدا لكي نحسبه، لكن ألفت نظركم إلى مراقبة هذه الأغلبية حتى النهاية. وكمل بيشوب C4 نايت F6 طالب البيدق، والأبيض بيربط الحصان وبيخرجوا من المعادلة، لكن بعد بيشوب E7 تم فك الربط والأسود طالب البيدق. وهنا من المفترض أن الأبيض بيحمي البيدق بنايت C3، لكن ماكدونالد كمل كوين E2، ولو فكرة أنه بيضغط على بيدق E5 الأسود الغير محمي، ولكن كان لابد من لعب الحصان أولا. على أي حال لابوردانيه استغل هذه النقلة الضعيفة وكمل D5 بيهاجم الوسط وبيهاجم الفيل. وهنا ربما البعض يفكر في ان الاخذ عن مربع D5 هيجعل البيدق يسقط امام الوزير، ولكن الاسود هيكمل CD5 طالب الفيل، والفيل بيهرب بكش، والاسود بيغطي بالفيل طالب الفيل الابيض، وبعد تكسير الفيلين الاسود بياخد بالحصان وبيحمي البيدق، والابيض لم يستطع الفوز بشيء، بل ان الاسود اصبح له بدائين اقوياء في الوسط. ولذلك ماكدونالد كمل بيشوب F6 بيشوب F6 والفيل المطلوب تراجع، وبعد 9 نقلات اصبح الاسود متفوق باغلبية بيادق 2-1 في الوسط، وكذلك بيتمتع بميزة زوج الافيال، وكمل بكسل كسل A5 بيهدد بA4 والفيل في المصيدة، وبعد ED5 CD5 الاسود اصبح له اغلبية بيادق 2-0 في الوسط، وبيهدد بA4 ويفوز بالفيل، والابيض كمل بروك D1 بيكثف الضغط على بيدق D5 مع الفيل، والاسود قدم البيدق والابيض لعب نقلة قوية C4. اولا بيحصل على بيدق سالك، وكذلك بيعمل مربع هروب للفيل كوين B6. الوزير بيصوب بطريقة غير مباشرة على بيدق B2، والابيض قام بنقلة ماكرة بيشوب C2، بيترك البيدق في متناول الوزير
على امل ان الوزير لو اخده هيخسر فورا ببيشوب تيكس اتش 7 تشيك وهجوم بالكشف على الوزير. وبالطبع ماكدونالد ما اخدش البيدق وكمل بالنقلة القوية بيشوب بي 7 بيسيطر على الوتر الطويل. وعاوز الفت نظركم الى اللعب الراقي اللي بيلعب رغم ان هذا الدور من حوالي 200 سنة وربما الكثير من قواعد الشطرنج الاستراتيجية لم تكن معروفة، لكن هؤلاء اللاعبين كانت لهم موهبة فطرية عالية. على اي حال الابيض قام بنقلة اخرى ماكرة نايت دي 2 وحاليا بالفعل بيترك بيدق البي 2، لكن الاسود لن يستفيد شيئا باخذه ورغم انه طالب الفيل الا ان الابيض محضر النقلة كوين دي 3 والوزير طالب المات على الاتش 7 وبيحمي الفيل. وبعد مثلا جي 6 الابيض هيلعب روك بي 1 طالب الوزير ومن وراءه الفيل، والاسود يستطيع الخلاص من هذا المأزق بنقلة زي الاي 4 طالب الوزير وبعد نايت اي 4 بيشوب اي 4 والوزير لو اخذ الفيل الوزير الاخر هيهرب للمربع سي 3، ولكن الافضل للابيض ان ياخذ الوزير اولا وبعد بيشوب دي 3 بيشوب دي 3. الابيض خرج فائزا ببدأ سالك حر الحركة بينما بدأ الاسود اصبح وحيد ومعرقل بفيل المربعات البيضاء. اذا الاخذ على المربع بي 2 هو فخ والاسود بالطبع لم يأخذ وانما كمل روك اي اي 8. وهنا ماكدونالد لعب النقلة القوية نايت اي 4 طالب الفيل وبيصوب كذلك على المربع دي 6 والفيل تراجع على امل لعب الاف 5 وطرد الحصان، لكن ماكدونالد لعب النقلة القوية سي 5 طالب الوزير وبيدعم المربع دي 6 لوضع الحصان، ولابوردانيه اجاب اجابة ذكية بكوين سي 6. لو الحصان ذهب للمربع دي 6 هيتلقى المات على المربع جي 2 بالوزير، ولذلك لعب اولا اف 3 ولابوردانيه كمل ببيشوب اي 7 بيراقب المربع دي 6 وكذلك طالب ياخد البيدق سي 5. وماكدونالد لعب بذكاء روك سي 1 بيترك البيدق لكن بينصب فخ عميق لان الاسود لو اخذ البيدق هيخسر فورا بنايت سي 5 فاز بقطعه، وبعد كوين سي 5 هيلعب نقلته المعروفة بيشوب تيكس اتش 7 تشيك وبيكشف هجوم على الوزير والابيض بيفوز. مرة اخرى يجب ان نلاحظ المستوى الراقي للعب من 200 سنة. على اي حال الاسود لعب نقلة مثيرة للجدل اف 5 بيطرد الحصان لكن في نفس الوقت بيضعف المربعات البيضاء المتجهة للملك، وماكدونالد انتهز الفرصة بكوين سي 4 تشيك والاسود لا يستطيع التغطية بالوزير لان الابيض هيكمل بيشوب بي 3 طالب الوزير وبعد كوين سي 4 بيشوب سي 4 تشيك كينج اتش 1 هيلعب نايت دي 6 طالب الفيل وبيهدد الرخ ولابد من تضحية الفيل والابيض بياخد وبيصبح له بيدق متقدم في الصف السادس، والاسود خسر ميزة زوج الافيال وموقف الابيض تحسن كثيرا. اذا التغطية بالوزير خطأ استراتيجي والاسود لعب كينج اتش 8 ودلوقتي الحصان مطلوب لكن ماكدونالد اهمله ولعب بيشوب اي 4 طالب الوزير ومن وراه الرخ. وحتى الان الابيض والاسود بيلعبان بطريقة مثيرة وجميلة، وزاد من جمالها ان لابوردانيه لعب كوين اتش 6 بالطبع هرب بالوزير لكن اصبح بيصوب على المربع الهام اي 6 بتشكل الملك وغزو لمعسكر الابيض اللي بالطبع اخد الرخ والاسود اخد الحصان وطالب الفيل، لكن لو الفيل تراجع الاسود هيلعب كوين اي 6 تشيك وهياخد على المربع اف 6 وهيصبح منفرد بالملك، واذا الاسود اخد على المربع اي 4
هيخسر ايضا بكوين اي 3 تشيك، كينج اتش 1، كوين اي 4 طالب المات، والدفاع الوحيد هو الروك دي 2. وهنا الاسود هياخد الفيل وهيخرج فائزا ماديا بفيلين امام رخ. اذا الابيض لا يستطيع الانسحاب بالفيل، وكذلك لا يستطيع اخذ البيدق، ولكن لديه النقلة الذكية سي 6. بيغلق الوتر امام الفيل وطلبه، لكن لابوردانيه تفوق على نفسه، فماذا تقترح؟ لابوردانيه ترك الفيل ولعب النقلة القوية اي تيكس اف 3، نقلة في منتهى الذكاء، والابيض لو اخطأ واخد الفيل هيتلقى المات بكوين اي 3 تشيك، كينج اتش 1، اف جي 2 تشيك، كينج جي 2، وهنا هيلعب روك اف 2 تشيك. والملك لو ذهب للمربع جي 1 هيكون تحت طائلة الكش بالكشف بروك اي 2، كينج اتش 1، كوين اف 3 تشيك، والملك هيذهب للجي 1 والاسود هيعطيه المات. بينما لو ذهب مباشرة للمربع اتش 1 هتكون مهمة الاسود سهلة بكوين اف 3 تشيك وتشيك ميت. وبالطبع ماكدونالد لاعب كبير ولا يقترف مثل هذه الاخطاء، وكمل بافضل دفاع روك سي 2، والاسود كمل في هجومه بكوين اي 3 تشيك. هنا حدثت الخطأ الوحيد لماكدونالد وذهب بالملك للمربع اتش 1، والنقلة دي كلفته الدور، وكان من المفترض ان يدافع بروك اف 2، وبعد مثلا اف جي 2 هيعود بالوزير، والابيض دفاعه قوي والاسود فيله مهدد. ولكن بدلا من النقلة الصحيحة روك اف 2 لعب كينج اتش 1، وهنا تحول الدور من ان الاسود صاحب المبادرة الى ان الاسود له موقف فائز، لكن يجب ان يلعب بحرص، وبدأ ببيشوب سي 8 وبيهدد بالذهاب على طوال الوتر. وماكدونالد ايضا خلص فيله بالنقلة بيشوب دي 7، لكن هنا بدأ الاسود اول خطوة في مسيرته المظفرة. يا ترى ايه نقلة الفرنسي؟ لابوردانيه لعب اف 2، البيدق وصل للصف السابع وخطوة وحيدة ويصل لوزير، والابيض عليه الدفاع بكل دقة على امل ان يرتكب الاسود هفوة يستطيع النفاذ من خلالها. الاسود حاليا بيهدد بدي 3 وبيقطع التواصل بين الوزير ومربع الترقية، وبيهدد بالترقية ويفوز. ولا يوجد حل بعد هذه النقلة، لان لو اخذ بالوزير الاسود هياخد، والرخ لا يستطيع معاودة الأخذ، وإلا هيتم الترقية بتشيك ميت. إذا موقف الأبيض أصبح خطير، وكمل بروك اف 1 بيعرقل تقدم البيدق، لكن الرخ خرج عن الخدمة، والأسود زاد من آلامه بالنقلة دي 3، والأبيض ليس أمامه غير روك سي 3 بيربط البيدق وعاوز ياخده. والاسود كمل بيشوب دي 7 سي دي 7 ثم اكمل بي 4. البيادق السوداء اصبحت كلها سالكة ومتقدمة الى مربع الترقية، وجميعها مترابطة. الابيض حاول يدافع بكوين سي 8 على اساس ان الرخ لو اخذ هياخد بالبيدق ويرقي، ولكن الاسود دافع ببساطة ببيشوب دي 8، والوزير تراجع للمربع سي 4. وهنا لابوردانيه خطى الخطوة التانية في مسيرته، يا ترى ايه هي؟ لابوردانيه لعب كوين اي 1، مطمئن ان الوزير لا يحمي الرخ وطالب ياخده بتشيك ميت، ولذلك النقلة الوحيدة هي الرخ سي 1. وهنا جاءت الخطوة التالتة في المسيرة المظفرة، يا ترى ايه هي؟ لابوردانيه لعب النقلة الرائعة دي 2، طالب الرخ وبيؤكد حماية الوزير، وبالطبع اي من الرخين لا يستطيع المساس بالوزير،
لأنه حياخد ويرقي الوزير ويزداد الموقف صعوبة. ولذلك الأبيض عمل آخر مناورة بكوين سي 5 طالب الرخ، والرخ ذهب للمربع جي 8، وبكده أصبح للأسود قطعتين عاطلتين عن العمل، وترك العمل كله للبيادق اللي كمل بالنقلة الوحيدة المتاحة روك دي 1. الأبيض بيهدد بالانتهاء من متاعبه بكوين اف 2، وبعد كوين اف 2 روك اف 2، والبيدق الأخير حيسقط والأبيض ربما يصل للتعادل أو حتى للفوز. ولكن لحسن الحظ النقلة للأسود اللي وضع الخطوة الرابعة في مسيرته بإي 3. البيادق بتحمي بعضها البعض وبتطبق على الرخين، والأبيض أخيرا لعب كوين سي 3، والأسود كمل كوين دي 1 روك دي 1. وهنا جاءت النقلة الأخيرة والعجيبة والغريبة، يا ترى إيه هي؟ لابوردانيه كمل اي 2، والثلاث بيادق وصلوا للصف السابع وبيهزموا رخ ووزير، رغم ان قطعتين الاسود خارج نطاق الخدمة، لكن البيادق بتقوم باي خدمة. ولذلك الايرلندي سلم. وعليكم تأمل هذا الموقف، هل رأيتم مثله خلال سنوات عمركم وما رأيتوه من الاف الادوار ام لا؟ إنه بالفعل من أغرب مواقف الشطرنج. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.